لا شك أن الكلاب البرية تعد من أشرس الحيوانات المفترسة وأكثرها قوة على الإطلاق. أولئك العداؤون الماهرون الذين تصل سرعتهم لأكثر من 33 ميل في الساعة يعيشون في مجموعات قد تزيد عن 40 كلب. مخالب حادة وأنياب بارزة ووزن قد يتجاوز 35 كيلوغرام. الكثير من الثدييات كحيوان الإمبالا والحمار الوحشي وبعض أنواع الجاموس كلها تعاني من وحشية ذلك المفترس الذي لا يرحم. ولكن هل تلك الصفات تؤهله لتحدي الملك؟ هنا يتفرق الجمع ويفر أفراده هاربون من هجومه الشرس، تاركين ذلك الشبل الصغير خلفهم بين أنياب من لا يرحم. ملك البر لا يمكن العبث معه. وهنا شبل جديد راح ضحية عبث آباؤه مع ملكة البر. وقفوا عاجزين يشاهدون صغيرهم بين أنياب تلك النبؤة، فلم تنفعهم سرعتهم ولم تشفع لهم وحشيتهم. ولكن لا مانع من الانتقام طالما كانت اللبؤة وحيدة. ولكن السؤال، هل ستترك شبلها صيدا سهلا أمام تلك الكلاب الثائرة؟ يبدو أن المهمة قد فشلت، وها هم الكلاب يفرون مجددا. لتقف اللبؤة بشموخ، كثير من الإصابات ودرجة كبيرة من المخاطرة، ولكن الهرب لم يأتي قط في قاموس الملوك. شاركنا برأيك في التعليقات وانضم لأسرة قناة أرض العجائب الآن لمشاهدة المزيد.